يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث عدد من الملفات، من بينها قضية العلاقات مع روسيا والأزمة في ميانمار. أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سينضم لاجتماع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لبحث آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. عبر سكايب للمزيد من التحليل من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. بعد التحية لك دكتور رمضان، إذا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في بروكسل لبحث عدد من الملفات، وهذا أيضا سيكون بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الفيديو. بيأتي على رأس يعني هذه الموضوعات والنقاط اللي حيتم مناقشتها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. هل تعتقد أن هذه الاجتماعات ستؤدي في نهاية الأمر إلى فرض عقوبات أخرى على روسيا؟ مساء الخير أستاذ شادي لك وللمشاهدين. من المبكر الحديث عن إمكانية فرض عقوبات على روسيا من قبل أوروبا. لازالت أوروبا تدعو وتناشد روسيا بتحكيم مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقل أو المحتجز السياسي نافالني، المعارض السياسي الروسي، وهناك ملفات خلافية عديدة بغض النظر عن ملف حقوق الإنسان. ولكن هذه القمة، قمة وزراء الخارجية، طغى عليها ملف آخر، وهو الذي استدعى دعوة الأوروبيين لوزير الخارجية الأمريكي للمشاركة، وهو تطورات الملف النووي الإيراني. نعم. أو تطورات عودة الولايات المتحدة الأمريكية المأمولة إلى الاتفاق النووي الإيراني. هناك عدة ملفات، ملف ميانمار، وبثت فيه دول الاتحاد الأوروبي وكان وزراء الخارجية واضحين في هذا الملف في انتقادهم للانقلاب العسكري. أيضا ملف الروسي تركوه إلى قمة مارس القادمة لمجلس أوروبا أو رئاساء الدول ورؤساء الحكومات. أما وزراء الخارجية ركزوا اليوم على ملف أين وصلت المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران. كما نعلم جميعا أن إيران طلبت الوساطة الأوروبية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر في الأسبوع الماضي وزير خارجية إيران ظريف أن سياسة بايدن لا تختلف كثيرا عن سياسة ترامب، وأن العقوبات لا زالت، وأن هناك تشديد أمريكي على إيران ولا توجد خطوات فعلية. في نفس الوقت خطاب الولايات المتحدة أو البيت الأبيض يقول نحن نبحث أو ننتظر أفعال ولا ننتظر أقوال، سئمنا من الحديث والأقوال الإيرانية ولن نقبل سوى الأفعال. هناك حزمة إجراءات يجب أن تمتثل إيران إليها بالكامل، منها التوقف عن التخصيب لدرجة 20%، وثم العودة إلى النسبة المتفق عليها في الاتفاق عام 2015 3%، ثم مناقشة من جديد إضافة بند ملف المدى الصاروخي الإيراني، والأهم من ذلك بند ثالث وهو سلوك إيران في المنطقة من خلال الحرب الوكالة ودعمها للميليشيات، وبند رابع وهو الخطير والتي ترفضه إيران بشدة، وهو إمكانية إضافة إحدى دول المنطقة للاتفاق النووي. أي يمكننا أن نشهد 6+1 أو 5+2، أي أن تمثل إحدى دول المنطقة وهي الأكثر تضررا من البرنامج النووي الإيراني. كل هذه المواضيع تضع إيران أمام مسؤولياتها، وهناك خطاب داخلي للاستهلاك الداخلي إيران هي تتحدى فيه الولايات المتحدة وتتحدى فيه المجتمع الدولي وتزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي. ولكن كما نعلم جميعا أن إيران هي التي تعاني من العقوبات، إيران هي التي بحاجة لرفع العقوبات، إيران هي اللي بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. الأزمة في إيران الاقتصادية وتراجع العملة وغضب شديد، وشهدنا العام الماضي مظاهرات نظرا للتراجع. نعم، يعني نقطة أخرى أيضا يعني قبل أن يدهمنا الوقت دكتور، وهي العلاقات الآن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يعني هناك إدارة جديدة أمريكية بقيادة جو بايدن، وزير خارجية أمريكي جديد، يعني البعض يتفائل كثيرا بحجم التعاون الذي سيتم في المرحلة القادمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هل تشارك يعني المحللين هذا التفاؤل؟ يعني عن قرب نرى أن هناك عودة للحميمية في العلاقة بين رئتي الأطلنطيق، بين الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض، على اختلاف تماما على العهد الرئيس السابق ترامب. بلينكين هو رجل يبحث عن عودة العلاقات الأوروبية الأمريكية إلى مجدها،
ايضا هناك انسجام كبير في المواقف في السياسه الدوليه بين مواقف دول الاتحاد الاوروبي ومواقف الولايات المتحده تحت حكم الديمقراطيين في ملفات عديده، ومن ضمنها ملف الايراني اذا، والملف الروسي ايضا، وملفات خلافات مع تركيا. تركيا سوف تشهد اياما او حقبه صعبه في ظل تفاهم اوروبي امريكي في عديد من الملفات. اعتقد ان هذا التفاهم الامريكي الاوروبي هو صحي من ناحيه، وعلى دول الشرق الاوسط والدول العربيه بالذات ان تتخذ مواقف صلبه نعم، ومتحده لكي تواجه اي اعتداء من قبل الديمقراطيين على استقرار دول منطقه الشرق الاوسط. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا عبر سكايب من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.